السلام عليكم، يلا نكمل الجزء الثالث من هاي المحاضرة. هي طويلة بس حلوة، أنا كلش مستمتع بها صراحة، يعني ما دا أحس وقتي ضايع بيها، أو يعني أقول له قارب غير مادة كان كملت أكثر من محاضرة أو هيك، لأن هي بتعاملنا صدق كطبيب. أوكي، فيا أطبائنا الجميلين، هالمرة راح ناخذ شوية حكي عن المغنيسيوم وعن الفوسفيت، ذني هن أقل أهمية من البوتاسيوم، أقل أهمية من الصوديوم، أقل أهمية من الفوليوم مال البلاد، يعني مال المحاضرة الأولى والثانية وبداية هاي المحاضرة الثالثة. بس هن يعني لازم يعني نعرف عنهن كم معلومة، كوننا أطباء لازم عن كل شيء نعرف، و يعني هو حتى السايدات اللي عليهم قليلة، فكلهن راح ناخذهن بفيديو واحد إن شاء الله. فهسه يقول لي هايبومغنيسيميا يعني نقصان مستوى المغنيسيوم، ما حكى لي بالبداية لأنه قلنا less important less common، فما بلش لي إنه regulation مالتهن أو هيجي، قبل بلش لي إنه hypomagnesemia. الهايبومغنيسيميا هو شو وقت نقول hypomagnesemia؟ أنا عندي رينج اللي هو 0.75 إلى 1، انتبهوا لي للوحدات ليونت ملي مول بير لتر، أو إذا يقيسوها بالملي إيكوفيلنت بير لتر هي 1.5 إلى 2. هذا شوف الملي مول بير لتر يعني شوية أهم، ما أدري بعد أنا هذا اللي راح أحفظه وأنتم كيفكم. 0.75 إلى 1 ملي مول بير لتر. الهايبومغنيسيميا is frequently associated with hypocalcemia. أوكي، يعني من أقول هايبومغنيسيميا يعني هايبو وياها بالعادة هايبوكالسيميا. أوكي، وكذلك راح نجي شوية راح نعرف إنه ممكن حتى وياها هايبوناتريميا، فحتى الصوديوم ممكن يقل يعني اسوشيتد. فهيك حاله انه من المغنيسيوم ينزل، الكالسيوم ينزل، الصوديوم ينزل، وحتى بالمحاضره يعني بالبارت الاول قلنا حتى البوتاسيوم ممكن ينزل. فهيك كيس ما راح يعني اشوف الاعراض مباشره اقول لا هذا بي هايبومغنيسيميا، راح يجيني خلي اقول كومبلكس، هواي شغلات يشكي منها، ف وهواي اشياء اعالجها، مو اعالج بس المغنيسيوم، اعالج الصوديوم اذا موجود، الكالسيوم اذا موجود يعني نقص بي، بوتاسيوم اذا موجود نقص بي، لا هواي شغلات اعالج. فهنا يقول لي هي frequently associated with hypocalcemia probably because magnesium or magnesium is required to the normal secretion of PTH. هذا الحكي اللي هنا شو يقصد بيه؟ يقول لي انا الباراثايرويد هرمون اللي هو هذا الباراثايرويد هرمون شغلته يحصل لي كالسيوم هواية، يعني بين قوسين يرفع مستوى الكالسيوم، هاي زاد يرفع مستوى الكالسيوم. هو من ده يرفع مستوى الكالسيوم؟ الريسبتورات مال هذا الهرمون الباراثايرويد هرمون يعني مدى تقدر تشتغل على الانت اورجان، على العظمة اللي تريد تشتغل عليه الا بوجود المغنيسيوم. اوكي، فاذا المغنيسيوم بهايبو الباراثايرويد هرمون ما راح يقدر يشتغل، فالكالسيوم ايضا يصير بهايبو. هنا كاتب لي اياها of PTH in response to a fall in serum calcium. يقول because hypomagnesemia cause end organ resistance to parathyroid hormone، يعني parathyroid hormone يريد يروح يأثر لي على فت أورجان معين، حتى مثلا البون، حتى يسحب من البون عظام أو من الجي اي تي أو من الكدني، يروح من عندهن يريد يسحب كالسيوم. فذن الأورجانات المفروض بها الريسبتورات وهي شغلات يستجيب شو اسمه باراثايرويد هرمون، بسبب الهايبومغنيسيميا راح يصير ريزيستنس مقاومه، فيصير عندي فشل بعمل الباراثايرويد هرمون وبالتالي هايبوكالسيميا. ذا كلينيكال فيتشر اوف هايبومغنيسيميا اند هايبوكالسيميا، شوفوا اثنيناتهم كلينيكال فيتشر لهم اثنين سويه لانه تزامن اثنينهم بوقت واحد، ار سيميلر ان ذا تيتاني، ويا به التيتاني اللي هي ماسكولار سبازم، كذلك كارديك أرذمية، لأن هاي كارديك أرذمية نقدر يعني نربطها حتى ويا البوتاسيوم، نقص البوتاسيوم. بس هو أنا حاتي أكثر شيء عن المغنيسيوم والكالسيوم، سوى اللي تي تاني، سوى اللي كارديك أرذمية، سنترال نيرفوس إكسايتيشن، هاي نقدر نربطها حتى ويا نقص الصوديوم، سنترال نيرفوس إكسايتيشن. أنا ما يهمني يعني هاي شنو منو سببها ومنو سببها، اللي يهمني أظني بالهايبوكالسيميا بالهايبومغنيسيميا تحفظون اذا ان الاعراض اللي ممكن يصير ساينس اند سيمبتومز اللي هي تيتاني ارذمية سي ان اس اكسايتيشن سيجرز فازو كونستركشن هايبرتنشن. شوفوا هن مو نقصان، صار عندي بالعكس هايبرتنشن، راح يعني بالدقيقتين هيك وناخذ
الهايبر ماغنيسيميا، من تصير عندي هايبر ماغنيسيميا الضغط بالعكس ينزل، فالضغط والماغنيسيوم متعاكسان، بالهايبر ماغنيسيميا صار عندي هايبر تنشن. ف it's also associated through uncertain mechanism with hyponatremia، كذلك هايبوكاليميا، هاي الهايبوكاليميا ذاكرها، which may contribute to some of the clinical manifestation. يعني هاي الاعراض اللي شفناها اللي هي تيتاني، ارميا، سي ان اس اكسايتيشن، سيجر، فازو كونستركشن، هايبرتيشن، هاي الاعراض اللي شفناها يعني ممكن سببها مو بس نقص المغنيسيوم، لا سببها نقص البوتاسيوم اللي صار عندي ورا نقص المغنيسيوم، وممكن سببها نقص الصوديوم، ممكن يعني هيك الاشياء اللي تصير، بوتاسيوم، صوديوم وكالسيوم. هاي يعني صورة جايبها من اليوتيوب اللي هي يعني تختصر لي الاعراض بشكل حلو، انه اكثر يعني الاكثر شيوعا اللي هي التيتاني سيجر، هاي ضمن النيورو ماسكولار، ضمن الكارديو فاسكولار، الاردميا والهايبرتنشن، يعني ذن المهمات خلي اقول او الشائعات. اوكي من الاعراض هو اغلب اللي موجودات هنا ذاكرهن تيتا اي ما نعيد هنا بعد الكوزز مالتها. الكوزز يعني خلي اقول انتو راح تبدو على قد ما اخذنا هايبوات، هايبو بالصوديوم، هايبو بالبوتاسيوم، فراح انتو يعني تتعودون انتو تكتبوها. الاولى الادكويت انتيك، يعني تقول لك هسه باي عنصر، اي الكترولايت، اي ماده اقول لك بيها هايبو، شنو الاسباب؟ اول سبب انت راح تقول لي inadequate intake، احنا ما بدنا ناخذها بالاكل مالتنا، starvation، malnutrition، alcoholism، parenteral alimentation. parenteral alimentation هاي احب اوضحها اللي هي شنو؟ واحد يعني مريض بفد مرض معين والتغذيه مالته وريديه، يعني دي شكله له بس مغذيات، فاحنا الغذاء مالتنا هذا الغداء والعشاء مالتنا والخضروات وكذا، هاي مملية بالالكترولايت المفيدة لنا والعناصر المفيدة لنا، فمن هو دا يطلب بس مغذيات راح يصير عنده هايبو بهن بأغلبيتهن من ضمنهن المغنيسيوم. كذلك عندنا هاي يعني النقطة الأولى inadequate intake. الشغلة الثانية اللي هي excessive loses. excessive loses يا عم عن GIT، عن طريق GIT اللي هو دياريا، فوميتنج، يا اما عن طريق اليورناري، يعني يزيد الاكسكريشن مال المغنيسيوم باليورين. مثلا واحد ياخذ دايورتيك ثيرابي، هذول اهل الدايورتيك ثيرابي يصير عندهم هايبو ماغنيسيميا، يعني خصوصا اذا كرونيك وهيك وايد ياخذ. عندنا شنو بعد؟ فوليوم اكسبانشن، دايبتيك كيتو اسيدوسيس الى اخره. عندنا هاي الميسلينيوس، الميسلينيوس يعني يعني نقاط مختلفة هي تسوي لها هايبو ماغنيسيميا، ما لها علاقة، مو شرط محجوزة يم اليورين او يم الجي اي تي او الادكويت انتيك. مثلا اكيوت بانكريتايتس، هاي والها ميكانيكية مو شغلنا هسه، هاي تسوي هايبو ماغنيسيميا. كذلك هاي فوسكارنت ثيرابي. عندنا دايابيتس ميليتاس، الدي ام، السكري هم يسبب لي هايبو ماغنيسيميا الى اخره. المانجمنت مالتها انا اللي تهمني، يعني كلش تهمني المانجمنت، اللي الكوزز والمانجمنت ذن المهمات اللي هي هنا لازم نعالج الاندر لاين كوز، شود بي ايدنتيفايد بالبدايه شخصه شنو السبب، اند تريتد وير بوسيبل وير سيمبتوم ار بريزنت. The treatment of choice is intravenous magnesium chloride at a rate not exceeding 0.5 millimole per kiloliter in the first 24 hours. يعني لازم نضيف مغنيسيوم كلورايد اللي هو صيغته الكيميائية، إذا ما طلع تاني خطأً MgCl2، لأنه المغنيسيوم زائد 2 فيصير الكلور 2 MgCl2. هذا مغنيسيوم كلورايد نضيف للبيشنت إذا هو عنده سيمبتومز، يعني صاير في حالة سيفير. If hypomagnesemia is due to diuretic therapy، إذا هو diuretic therapy، طينا diuretic وسبب عنده hypomagnesemia، شنو نعطي؟ نبدل له نوع الثيرابي، نوع الدايوريتيك، نعطيه بوتاسيوم سبيرنج ايجنت على مود يحفظ لي البوتاسيوم، وبالتالي إذا حفظ لي البوتاسيوم راح يحفظ ويا بقية الالكترولايت من ضمنهم المغنيسيوم. الهايبر ماغنيسيميا طبعا صوتي راح بس دا اقاتل حتى
يعني اكمل شرحي وبشكل مفيد وجميل لكم. فالهايبر ماجنيسيميا This is a much less common abnormality, يعني هي أقل شيوعا than hypomagnesemia. الهايبو أكثر شيوعا. فأسبابهن نجي للأسباب. predisposing condition include مثلا acute kidney injury, واحد عنده acute kidney injury أو مرات شغلة chronic kidney disease, هذا يصير عنده hypermagnesemia لأن الكدني بعد ما تقدر تسوي secretion للمغنيسيوم. عندنا adrenocortical insufficiency, the condition is generally precipitated in patient. هاي احنا قلنا less common, فوين يعني اذا لقيناها؟ يعني مو ابو اي واحد عنده acute kidney injury او اي واحد عنده adrenocortical insufficiency مباشرة نلقى عنده hypermagnesemia, لا, خصوصا يعني اكثر شيء نلقاه بالبيشنت اللي هم عندهم increase intake of magnesium, زيادة بالاخذ مال المغنيسيوم, هو ده ياخذ مغنيسيوم هواية بالاكل مالته او الأدوية مالته, or that through the use of magnesium containing medications, هاي اللي قلت لكم عليها drugs, أدوية مالته بيها بوتاسيوم وهو عنده acute kidney injury أو عنده adrenocortical insufficiency. بهيج حالات يعني ذني خلي أقول كلهن يلا يتسمعن أو أغلبيتهن ذني يتسمعن acute kidney injury أو chronic kidney disease, adrenocortical insufficiency, وكذلك ياخذ بوتاسيوم مغنيسيوم هواية عن طريق اكله عن طريق الادويه ذني يجتمع يلا يطلع عنده هايبر مغنيسيميا ويطلع بها سيمبتومز وهيك ويلا نعالجها. فزين اذا اجانا واحد هايبر مغنيسيميا الكلينيكال فيتشر مالتها شلون يجينا البيشنت؟ انا قلت لكم ابو الهايبو اجانا هايبرتنشن, ابو الهايبو مغنيس ابو الهايبر مغنيسيميا شو يجينا؟ يجينا هايبوتنشن. اذا اجانا هايبوتنشن فمو بس الضغط ناقص, اغلب الاشياء اللي صايرات ناقصات عنده, الضغط قل, هايبوتنشن, عدد دقات القلب قلت, براديكارديا, الوعي مالته هم يقل, ريديوس كونشيسنس الوعي, وكذلك التنفس ايضا اللي هو ريسبيرتوري ديبريشن. يا الله, مانجمنت, المانجمنت مالتها شنو؟ المانجمنت اول شيء اي يعني هاي النقطه الاولى راح اختصرها اللي هي اي يعني احكيها وما اقراها اللي هي اي شيء بي ماغنيسيوم ياخذه درايك اكل اقطعه سيزنج. الثانيه شنو؟ بدل البوتاسيوم سبير يعني هذا اذا هو مثلا دي يستخدم دايوريتك بوتاسيوم سبيرنج ابدل الدايوريتك مالته انطي لوب دايوريتك, او هو يعني ما يستخدم دايوريتك بس انا اريد اخلصه من هذا المغنيسيوم اللي عنده انطيه لوب دايوريتك يعني مثل الفيوراسيمايد على مود شنو؟ على مود اتخلص من المغنيسيوم اللي عندي. كذلك ممكن يعطونا كالسيوم جلوكونيت, الكالسيوم جلوكونيت هنا يعطوه اياه يعني مو حتى يقلل مستوى المغنيسيوم, ما له علاقه بمستوى المغنيسيوم, هاي النقطه كلش كلش مهمه كلش مهمه. ليش انهم يعطونا كالسيوم جلوكونيت؟ حتى اميليوريت كارديك افكت, حتى يحافظ على عمل القلب. الكالسيوم دائما يعطونا اذا فد ماده مثلا اي ماده تاثر لي على عمل القلب يعطون كالسيوم جلوكونيت حتى هاي يعني شنو اسميها تحافظ على القلب يشتغل. اوكي يعني خلي اقول كالسيوم جلوكونيت هو راح يكون الوقود للهارت على مود يبقى يتقلص وكذا ويضخ دم. دياليسيس may be necessary in patient with poor renal function, اذا كلش كلش اسوي لهم دياليسيس اللي هو اخر دواء الكي. هاي نعطيكم الساين والسيمتوم مالتها هنا كلينيكال فيتشر, هنا مسويها ساين والسيمتوم اللي هي نوزيا وومينتينج براديكارديا هايبوتنشن هارت بلوك, واحنا ضفنا عليهم انه ريديوس كونشيسنس الوعي مالته بيقل ريسبيرتوري ديبريشن. بس هي هاي الصورة حتى يعني حسها هي سهلة الحفظ لان صورة. المهم عندنا هسه كملنا المغنيسيوم حتى يعني وياها نحكي عن الفوسفيت. الفوسفيت يعني خلي اقول احلى لانه الفوسفيت خلوا ببالكم من انا احكي عن الفوسفيت يعني انا احتاجه بالاي تي بي يعني بالادينوسين تراي فوسفيت اللي هو مصدر الطاقة مالتي. فيعني يهمني كلش الفوسفيت يعني شنو اسميها وظيفته او وجوده يهمني. فلذلك الفوسفيت الشغله اللي لازم نعرفها بيه انه اغلب توازه وين
أول المركز الأول طبعا يم الكالسيوم بالبون، المركز الثاني نلقاه داخل الخلية انتراسلولار انتراسلولار، وكلش قليل نلقاه بالبلاد، يعني 1% فقط من عنده موجود بالبلاد، هو أكثر شيء بالبون، بعدها انتراسلولار، هاي انتراسلولار، ووراها بالبلاد. فشوفوا ايش قد قيمته بالبلاد. نورمال بلازما كونسنتريشن از اباوت 0.8 تو 1.4 ملي مول بير لتر، هاي بوحدة الملي مول بير لتر، اذا بوحدة الملي جرام، مو ملي ايكوفيلنت، ملي جرام، فهو 2.48 الى 4.34. الزفريلي فلترد ات ذا جلوميرولوس يصير له فلتريشن طبيعي اند ابروكسيمتلي، راح جزء من عنده يصير له ري ابسوربشن، اللي هو ايش قد 65% is reabsorbed by the proximal tubule via an apical sodium phosphate co-transport carrier. هاي يعني صار له reabsorption. Reabsorption. The proximal reabsorption is decreased يقل عن بواسطة الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون يا شباب انتو تعرفوها بس ناسينها شوية، انه هو هذا الباراثايرويد هرمون مو خلي اقول يرفع مستوى الكالسيوم كبديل، فهو منين يتخلص شنو ينطي بديل؟ ينطي الفوسفيت. اوكي، فاذا اذا عندي الباراثايرويد هرمون هوايه واشتغل عندي الباراثايرويد هرمون، فراح يسوي لي هايبوفوسفاتيميا، يقلل الفوسفيت لانه هو يسوي ري ابسوربشن، يزيد اعاده الامتصاص مال الكالسيوم، ويزيد الاكسكريشن مال الفوسفيت، فيسوي لي هايبوفوسفاتيميا. الفايبروبلاست جروث فاكتور 23 هذا ايضا يسبب لي هايبوفوسفاتيميا. الفوليوم اكسبانشن، اوزموتيك دايورتيك اللي هي عائله من الدايورتيك، العائله الاخيره حسب ما اتذكر، المانيتول من ضمنهن، والجلوكوز انفيوجن، ذن يسوي لي هايبوفوسفاتيميا. شوفوا الكلينيكال مانيفستيشن مالتها ممكن ياثر لي على البلد، ممكن على سكلتال مصل يسوي لي ويكنس، ريسبيرتوري فيلر، ممكن على الكارديك مصل يسوي لي كونجستيف كارديك مصل، على السموث مصل يسوي لي الياس، الياس اللي هو يعني اوبستراكشن يصير بالانتستين، تخلي اقول تضيق، اوبستراكشن انسداد، سنترال نيرفس سيستم على الجهاز العصبي ممكن يقلل لي يعني ديكريس كونشيسنس، وهي يعني حاله كل السيفير يلا يقلل الوعي، سيجر ممكن تصير، كوما، اغماء، وعلى البون يسوي لي اوستيوميليجيا اللي هي لين العظام. هاي الكلينيكال مانيفستيشن مال منو؟ مال الهايبو فوسفاتيميا، مو يعني فد شيء جديد. الكوزز مالتها قلت لكم انتم راح تحفظوهن، اول شيء هنا مثلا inadequate intake، هنا ذاكرها increase renal excretion، والنقطة الأولى اللي هو redistribution into the cell، أنا قلت لكم هو موجود بالدم، أقل شيء موجود بالدم، ف يعني النسبة الأولى موجود بالبون، يعني المرتبة الأولى، المرتبة الثانية موجود داخل الخلية intracellular، فتيجي أكو عوامل تدخله داخل الخلية، من ضمنها الأنسولين. الأنسولين شنو قصة الأنسولين؟ الأنسولين هاي اللي عند الخلية، الأنسولين هو شغلته اللي خلق لأجلها يجيب الجلوكوز، الجلوكوز يدخله لداخل الخلية، هذا الأنسولين، عمنا الأنسولين. زين الأنسولين حتى الجلوكوز يدخل داخل الخلية، أنا نهايته شنو؟ نهايته يعطيني طاقة أي تي بي. أوكي؟ زين أي تي بي، أدينوسين تراي، تراي شنو؟ أنتوا كملوها، تراي فوسفيت، يعني أحتاج الفوسفيت، فدخول الجلوكوز وبدون ما يدخل ويا فوسفيت يعني عملية لا جدوى منها ولا فائدة، فلازم يدخل الفوسفيت، فالإنسولين راح يجيب الجلوكوز شايله بهاي الإيد، ويجيب الإنسولين، أي عفوا الإنسولين يجيب الجلوكوز شايله بهاي الإيد، ويجيب الفوسفيت شايله بالإيد الثانية، اثنين هني يدخلهم داخل الخلية. وريسبيراتوري الكالوسيس، تريتمنت فور دايابيتيك كيتو أسيدوسيس، طبعا هاي التريتمنت اوف دايابيتك كيتو اسيدوسيس اللي هي بالعلاج مالتها هم يستخدمون انسولين، فتصير نفس الهاي الميكانيكيه. الان ادكويت انتيك اور ابسوربشن، يعني تحافظيها المال نوتريشن مال ابسوربشن، كرونيك دياريا الى اخره.
واحنا مو يعني مو مطالب من عندنا انه كل شغله لازم نعرف الميكانيكيه اللي دا تصير بيها. عندنا الانكريز رينال سكريشن، شوف السبب الاول هايبر باراثايرويدزم، اذا زاد الباراثايرويد هرمون راح يقلل لي مستوى الفوسفيت، لان هو حتى يعني ياخذ كالسيوم يشمط فوسفيت. هاي فوليوم اكسبانشن، اوزموتيك دايوريتيك قلنا من ضمنها المانيتول الى اخره. هسه نجي للمانجمنت مال مريض الهايبوفوسفاتيميا، شنو انطيه؟ اكيد انطيه اورال فوسفيت سبلمنت. كذلك شو ينطونه؟ ينطوا سبلمنت بيها هاي بروتين وهاي دايري دايتري سبلمنت، يعني هواي نسبه مال احنا يعني البان على مود شنو؟ لان هاي بيها فوسفيت هواي. هاي بالعاده يعني هيك ينطون، لان انا قلت لكم هاي الاشياء قليله تصير ف لس كومون. فهي شنو؟ ينطوا اورال مرات اذا حاله اجتهم سيفير وهيك او اجتنا احنا الاطباء شنو لازم ننطي؟ ينطون صوديوم او بوتاسيوم فوسفيت صورت، يعني املاح الفوسفات الصوديوم او فوسفات البوتاسيوم. هاي شنو؟ اني كريتيكال سيتويشن، بحاله يعني كلش خطره وهيك راح يموت البيشنت يطوه ذني ننطيه ذني. But there is a risk of precipitating hypocalcemia and metastatic calcification. ممكن يعني هاي السايد افكت او الادفيرس افكت مالتها الهايبوكالسيميا، وبالتالي صار عندي كالسيفيكيشن. هسه اللي يهمني يعني هنا احكي لكم عن الهايبر فوسفاتيميا. الهايبر فوسفاتيميا اهم تزيد يا اما اكيوت كدني انجري او كرونيك كدني ديزيز، طبيعي هاي تعودنا عليها. الفوسفيت اكسكريشن از ريدوست، شو وقت يقل؟ شوفوا احكي له عن الباراثايرويد هرمون، اذا الباراثايرويد هرمون قل ايش راح يصير؟ الفوسفيت يعلق، يعني متعاكسان. اوكي هايبو باراثايرويدزم او سيدو هايبو باراثايرويدزم. ريديستريبيوشن اوف فوسفيت فروم سيلز انتو ذا بلازما كان also be a contributing factor، يعني اذا فد عوامل جابت الفوسفيت من الخليه طلعتها للبلاد، هنا شنو يصير؟ راح يصير هايبر فوسفاتيميا ان ذا تيومر لايسيس سيندروم اند ان كاتابوليك ستيت. من يصير عندي كاتابوليزم الهدم، هاي الكوزز يعني مو فد شيء مهم برايي. التريتمنت حتى هو اخر سلايد بهذا البارت، الامبروفينج فوسفيت اكسكريشن هو هايبر فوسفاتيميا. فانا شنو لازم اسوي؟ اعطي اي في فلويد، يقول هاي الاي في فلويد راح تسوي تحسن لي الفوسفيت اكسكريشن. النقطه الثانيه شنو؟ رينال ريبليسمنت ثيرابي ان بيشنت وذ سيفير اي كي اي. اي كي اي يعني اكيوت كدني انجري، هاي اكيوت كدني انجري. هذول اهل الاكيوت كدني انجري مرات احنا انتم سامعين هيموداياليسيس اللي هي غسل الكلى، ف يعني نوع من انواعها اللي هو رينال ريبليسمنت ثيرابي، انتم اعتبروه مثل الدياليسيس، يسووا لهم على مود يخلصوهم من الفوسفيت الزايد. شنو عندي؟ اي في ديكستروز اند انسولين. انا قلت لكم الانسولين راح يدخل داخل الخليه، فاجيب الانسولين يساعدني اتخلص من الهايبر فوسفاتيميا. بس اني شنو؟ من انطي انسولين لازم انطي وياه جلوكوز، هنا ما قايل انطي جلوكوز، قايل انطي ديكستروز على مود شنو؟ على مود ما يصير عنده هايبوغلايسيميا ونوب اقتل البيشنت مالتي من خلال الهايبوغلايسيميا. اكتله بالانسولين، الانسولين من انطي لازم انطي وياه سكر، دير بالكم من هاي انه يعني نخطأ بيها او ننساها. يقول similar to its use in treating hyperkalemia، صدق هاي احنا من حكينا عن الهايبركاليميا قلنا ممكن ننطي انسولين، وكذلك هنا بالهايبرفوسفاتيميا هم ممكن ننطي انسولين. هي الالكترولايت هنا شوية متشابهة وبسيطة ان شاء الله تعالى. كمل هذا البارت، البارت الاخير شوية ونبلش به. مع ألف سلامة حبايبنا.